الرجولة يشوف لنا خدمة مع البوز. اي في بالي فيها برشا ريسك. اسمع اي كلمة خلينا نبدأ نخدم معك. هاي بيه سلام. بعثني ذي باش تخدم مع البوس. بوس هما طفول الجي قالك تبعث ذي ولا شيء يحب يخدم معاه دخلوا بيه دخل بيه الله يسعدك تفضل. ماش حاجة بعثني ذي باش نجي نخدم معاك قال لي فما خدمة. ما تعرف ما يدير خدمة في برشا ريس وعليه تحب تخدم معايا خويا. والله عندي عامين اللوج ما لقيتش خدمة وبقيت برشا اللوج جيت اسرتها ماما قلت لك هاو ميسي وسمعت بيها الخدمة فيها برشا فلوس وكلمت فيي على دار يعني قال لي بيه بوكس ورجله معناتها قال لي بنرحل معاه وكا وجيت نحكي معاه. ما تعرف الخدمة سايب كل واحد مسؤول على روحه اللي تاعي يخلص وراني باش نجربك باش نعطيك كونتيتي صغير كان بعتها بدك تخدم مع دولي. ايه ان شاء الله ترى مني كان خير.
كويس باخين مدام سبس. الباسيون سليم روان عنده طول نص ساعة دكتور. ما يبي هاي دخلوا دخلوا. ميرسي على الشكاية. تفضل. على دكتور لبس. تفضل. دكتور تمني على تحاليل لبس جيت نهزهم كما تفهمنا. ولا اش باش نقول لك سي سليم؟ التحاليل ما عطاو نتيجة ما عجبتنيش. نتيجة سلبية. ما كنتش نتوقع النتيجة هذيك. كيفاش تتمثل؟ تمثل في المرض اللي حكينا فيه. خطير ياسر. اللي دريت مالي باش نعطيهم لك ان شاء الله نتجاوزوه. وان شاء الله نتجاوزوا المرض هذا. دكتور عاوني باش يحلك سيدي. باش نعطيك انا دريت مالي باش تعمل باش نبعثك دكتور ناجي زميلي وباش باش يعاونك هو يعمل لك دوسي ويقدمه للجمعيه. ايه دكتور. تفضل ودي الدوسي نتاعك باش نسولو معايا نتيجة التحليل هنا. ان شاء الله ننسقوا مع عوين الامن ونحكوا لك حق. بعدين زولو اي زولو وقول له راهو انا من طرف الدكتور. صح. الو الو وينك صح؟ انا من هون. هيا تجي نمشيو. وين انت؟ انا راني في مركز السكر. باهي باهي تراجي نكون بعديك. السلام عليكم. اهلا بيك. بس عليك يا صاحبي. باهي كيما تفهمنا المره اللي فاتت تو نمشيو للفيل وين يبيع معناها. انت تحسب روحك العاده باش تشري السلعه فهمتني؟ واحنا من بعد ندخلوا ونخدموا خدمه. ريجل بتعرف انت يا لبس بيه؟ هاي بتبيع برا نمشيو. هاي بابا بسم الله بيك. صديق عليك. الله سلام. الله سلام. وين؟ انا تنشيك تنشيكو معديك نبتاش تي. الو يا هو تخلي يجيب السلعه. هيا جاي نستنى فيك. كيفيس؟ باي باي.